20 عاما استغرقت الصين من أجل تفكيك حملة الطائرات الأسترالية هذه وإعادة تركيبها، فكيف انتقل الجيش الصيني من مرحلة تصنيع حاملة الطائرات عبر التقليد إلى ابتكار أخرى نووية؟ رغم تأكيد الصين لزعماء أستراليا خلال ثمانينيات القرن الماضي أنها ستفكك حاملة الطائرات ميلبورن أتشماس وتحولها إلى خردة، دمرت أستراليا الأنظمة الدفاعية المتقدمة في السفينة الحربية، لكن ذلك لم يمنع الجيش الصيني من دراسة هيكل السفينة الأسترالية وتعلم أسرار عن نظام المقلاع الخاص بها بعد محاولات تفكيك وتركيب استغرقت 20 عاماً. حاملة الطائرات الأسترالية ليست الوحيدة التي تم شراؤها، فخلال تسعينيات القرن الماضي حصلت بكين من أوكرانيا ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي على حاملة الطائرات السوفيتية الصنع ليونينغ، فيما لم يكن الهدف من شرائها تشغيلها. ولع الصينيين بأن يصبحوا قوة بحرية تضاهي الولايات المتحدة، دفعهم إلى تقليد حاملتي الطائرات ميلبورن أتشماس وليونينغ من أجل تصنيع حاملتي طائرات شاندونغ التي أعلن عنها عام 2017 وفوجيان التي دخلت الخدمة عام 2023. بعيداً عن التقليد، دخلت الصين في مرحلة الابتكار إذ تعمل حالياً على تصنيع حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية من الجيل الجديد، وسيكون بمقدورها استيعاب ما بين 70 إلى 100 طائرة حربية بعد تحديثها بنظام مقلاع كهرومغناطيسي من نوع إيمالس، قادر على إطلاق أنواع متطورة من المقاتلات الحربية. رغم التكتم الشديد حول مواصفاتها، لكن تقارير عسكرية تشير إلى أن سرعة حاملة الطائرات من طراز 004 ستصل إلى 30 عقدة وستزن 110,000 طن، بينما سيتجاوز طولها 300 متر وعرض 76 مترا. وهذه مواصفات خاصة بحاملة الطائرات فوجيان الأصغر حجما وتستوعب 60 طائرة فقط. ما سيميز حاملة الطائرات النووية الجديدة أنه سيمكنها توليد ما يكفي من الكهرباء لتشغيل أسلحة الليزر والمدافع الكهرومغناطيسية قيد التطوير حاليا. ورغم طموح الصين لبناء 4 من هذا النوع ما يرفع عدد حاملاتها إلى 6 بحلول 2035، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال في المقدمة بامتلاكها 11 حاملة طائرات.